ايه، وانا قلت ان شاء الله البنت دي هتبقى من اسمتك ونصيبك. الله يخليك. يا اهلا وسهلا، اتفضل اتفضلوا. يا مرحب يا مرحب. نورتونا يا عم. ده مش بالع طريش، ده بالع الجبل نفسه. حوسي حوسي، انت تسمعني تقول له ان انا مراتك؟ انت فاكره نفسك في ارض الجولف؟ انت سامع صوت ابوه عامل ازاي؟ اقول لهم ايه؟ تعرفت عليك في لجنه؟ خدت عجالي وصحتي وفلوسي. حوسي حسن، استنى ما اشوف. نعم. بقول لك ايه؟ الواد يوسف اخوك بقى عامل ايه؟ ايه؟ بقى عامل ايه؟ بقى كويس الحمد لله. الحمد لله. مريم 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 مريم. في حد هربان يا ابني في علاقة اسمه مريم؟ ايه اللي بيقوله الراجل ده؟ مريم. دقيقة واحدة بس 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 يا عم، الله يرضى علينا وعليك. ساعة ونص مريم، الواحة كلها ما فيهاش غير مريم، ما فيش شادي أو نادي أو عايدة. هات يلا. جاهزين؟ جاهزين. يلا. تاكسي اللي جاي من الحمام عليه خميسة من جدان. تاكسي اللي جاي من الحمام عليه خميسة من جدان. تعب البنت ريال مدور يا ما خالق يا ما صور. تعب البنت ريال مدور يا ما خالق يا ما صور. الحمام عليه خميسة من جدان. اللي جاي من الحمام عليه خميسة من جدا. تعب البنت ريال مدور يا خالك يا ما صور. يخرب بيتك يا امين الحته يا واطي، راحت فين؟ موجوده وكل تمام تحت سيري من قدام. طلعت يا اختي الحته معاك يا سودا اللي ظلمه. تاكسي اللي جاي من الحمام عليه خميسة من قدام. تاكسي اللي جاي من الحمام عليه خميسة من قدام. تعب البنت ريال مدور يا ما خالق يا ما صور. الحمام عليه خميسة من قدام. تاكسي اللي جاي من الحمام عليه خميسة من قدام. ايه ده؟ انت خلاص حكمت ان انت هتنام على السرير وانا انام على الارض؟ انا اقدر، في راجل محترم يخلي مراته تنام على الارض؟ مراته ده ايه؟ انت صدقت ولا ايه؟ يلا قوم. انت طولي. ايوه هطول، وطول اطول من كده كمان. ماشي يا ستي. الا قولي حسن، انت عمرك يعني ما حبيت بجد؟ يعني حصل مره اني حبيت واحده حلوه وجدعه، بس الظروف ما كانتش مساعده. ازاي يعني؟ كنت انا وهي هربانين. كنا هربانين وكانت الدنيا بقى كلها بتجري ورانا، فلما جيت انا وهي نقرب انت قلت لي انها حلوه يعني؟ ساعات. ازاي يعني؟ يعني لما بتسمع الكلام وبتبقى عاقله كده بتبقى حلوه، انما لما بتتجنن ودماغها تبقى ناشفه بتبقى زي القمر. ماشي. طيب انا كمان اقول لك سر يا حسن. قولي. مره هربت. برضو؟ ايوه، ما انا بهرب كتير. وبعدين اتدبست مع واحد بقى كان خنيق جدا وكنت بكرهه ومش طايقاه بجد، وبعدين يعني فجأة كده يعني غيرت فكرتي عنه. ليه؟ مش عارفة، ممكن يكون يعني كان جدع، يعني بيتحمل كده مسؤولية، ممكن مش عارفة يعني هما بيقولوا عليه.